يورو ماكس، الحياة والمجتمع في أوروبا. في الاستوديو غاليا داغستاني. أطيب التحيات لكم مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، ورحب بكم في حلقة جديدة من يورو ماكس، فيها نسلط الضوء على المواضيع التالية: روبوتات حديثة صديقة للإنسان، تجديد صناعة زلاجة دافوس التقليدية، وزيارة إلى مدينة لايبزيغ الألمانية. آلة قادرة على القيام بأعمال مبرمجة سلفاً، إنه الروبوت. ومع التطور التكنولوجي تطور الروبوت ليصبح اجتماعياً بامتياز، وقادراً على المساعدة في رعاية الأطفال وحراسة البيت. وها هو يتطور أكثر فأكثر ليصبح صديقاً للإنسان. توجهنا إلى الشركة الفرنسية التي قامت بهذا الإنجاز الرائع، وقابلنا صديق المستقبل. يبدو وكأنه إحدى شخصيات الرسوم المتحركة، وهذا بالذات ما يجعل الرجل الآلي بادي محبوبا للغاية. الروبوت الأصلي لا يزال قيد التطوير، إلا أنه تم الطلب على 1000 روبوت حتى الآن. عندما ابتكرنا بادي كنا نسعى إلى هدفين. الهدف الأول هو تصنيع روبوت زهيد الثمن، والهدف الثاني هو أن يحبه الناس، وهذان الهدفان يضمنان إقبال الناس على الروبوت. سيتم تسويق بادي على أنه فرد من الأسرة. انهضي يا ماتيلدا، ولا تنسي أن اليوم هو عيد ميلاد والدتك. سيكون بوسع الروبوت أن يلعب مع الأطفال ويساعد كبار السن في حياتهم اليومية. وبإمكان بادي التحرك بين الغرف بنفسه أو رواية القصص. كان يا مكان، كان هناك ملك يعيش مع زوجته الملكة. لم يكن لديهما أطفال لعدة سنوات، فكان حزينين جدا بسبب ذلك. تفاعل الروبوتات مع البشر لا يزال بسيطاً نسبياً، لأنها تنفذ الأوامر فقط، وفي المستقبل ينبغي أن تكون إمكانياتها أكبر. أستاذة علوم الكمبيوتر لورانس دوفيي وفريقها طوروا برامج للروبوت ناو تساعده على إدراك الأحاسيس والاستجابة معها. سنجري اختباراً يوضح كيفية استجابتي للأحاسيس. لم تشرب شيئاً لفترة طويلة، رجاءً اشرب قليلاً من الماء. لا أريد أن أشرب شيئاً. عليك أن تشرب قليلاً. كلا يا ناهو، لا أريد أن أخذ أوامر من روبوت. لو كنت مكانك لشربت، لكنني أخشى أن أصاب بالصدأ. الروبوت ينتقي استراتيجية إقناع مختلفة لكل حالة، فعندما لا يحب شخص ما أسلوبه في الفكاهة مثلا، يقوم بتغيير نكاته أو يتخلى عنها كليا. روبوتات مساعدة كهذه يمكن استخدامها مع كبار السن بشكل خاص. حتى مع الأطفال المصابين بالتوحد هناك خبرات مثيرة للاهتمام، فالحديث مع الآلات بالنسبة لهم يبدو أحياناً أسهل من الحديث مع البشر. أحد مخاطر التعامل مع روبوتات مثل بادي هو إمكانية اختراقها كأي جهاز ذكي آخر، ولأنها تعرف الكثير عن مالكها فقد تصبح عرضة للقرصنة. أنظمة الكمبيوتر قابلة للاختراق، ولكن الروبوتات تتميز بشيء آخر أيضاً، وهو كونها آلات قادرة على التعلم، فهي تتعلم من الشخص الذي يستخدمها. لذلك من الأهمية بمكان أن نقوم بمراقبة المعلومات التي اكتسبها الروبوت وحفظها في ذاكرته. من يريد تحسين أداء بادي فبإمكانه فعل ذلك بنفسه. المستخدمون يمكنهم برمجة تطبيقاته وربطها بالروبوت. لا يتجاوز سعر بادي 650 يورو، وهو بذلك أرخص من آيفون جديد.
والآن ننتقل إلى مدينة برايتون الواقعة على الساحل الجنوبي لإنجلترا، والتي تستقطب ملايين السياح في فصل الصيف تحديدا. ولكن سكان برايتون يعرفون كيف يستمتعون في فصل الشتاء أيضا. الفنان جيرمي ساندرز لديه مرسم هناك، وتعد المدينة مصدر إلهام للفنان. كاميرا يوروماكس رافقته في مواقع غاية في الجمال وفي فصل الشتاء بالتحديد. مدينة برايتون في الصباح الباكر، مكان يسوده الهدوء حتى في المناطق المتاخمة لمنطقة بير الضاجة بالحركة. أهالي المدينة من أمثال الرسام جيرمي ساندرز يستمتعون بفصل الشتاء في المدينة. غالبية 8 ملايين سائح يأتون إلى المدينة في الصيف. أنصح بزيارة مدينتنا في الشتاء، فرغم أن الطقس متقلب إلا أن صيف إنجلترا متقلب أيضا. الشتاء يتيح تجوالا هادئا في المدينة، كما أن شتاءنا يكون دافئا كما هي الحال هذه الأيام. إذا جلسنا تحت مكان مغطى قرب الساحل فسنستمتع بمنظر ساحر. تعتبر مدينة برايتون الشقيقة الصغيرة لمدينة لندن. في المدينة التي يسكنها 250,000 نسمة يمكن للمرء التمتع بأطيب الأطعمة، كما هو الحال في مطعم ومقهى سيلو الذي يعد أول مطعم في بريطانيا لا يخلف قمامة، وهو مكان مفضل لدى الفنان ساندرز. برايتون معروفة بمتاجرها الصغيرة الناشطة، مئات منها تصطف في أزقة حي نورث لين وذو لينز. أحدها هو تشوكي ووكي دودا الذي يصنع شوكولاتة بمذاقات غير مألوفة، كهذه التي تحضر يدويا على شكل تماثيل ويصل سعرها إلى 5,000 يورو. برايتون مدينة فريدة حقا، متاجرها صغيرة جدا وتوجد في كل مكان. هذه المدينة مدينة حفلات بوهيمية أيضا، وهي ساحرة جدا وذات وجوه متعددة. أقدم مثال على ذلك هو رويال بافيليون الذي يعتبر من روائع المدينة بطرازه الهندي. أما مكان الإقامة الملكي المطل على البحر فهو مبنى حوره الملك جورج الرابع في بداية القرن 19 ليصبح شبيها بقصر شرقي. المعمار الداخلي للقصر صيني الطابع ويرمز لأسلوب الحياة الصاخب للملك المذكور. هذا القصر يعبر بجلاء عن طبيعة حياة هذا الملك الذي كان محباً للحياة وثرياً جداً، وقد كان يعشق النساء والفن والطعام الجيد، وكذلك المعمار الذي دفعه لتشييد مثل هذا القصر المميز. ومن حينها يتوجه الموسيقيون والفنانون إلى برايتون. الكثير من السياح يأتون لمشاهدة رسومات الجرافيتي لفنانين مشهورين مثل بانكسي. رسمة شرطي وشرطية يقبلان بعضهما لقيت شهرة عالمية كبيرة. جيرمي ساندرز يدير غاليري خاصا به، وأحد أحب المناظر المتكررة في أعماله هو مدينة برايتون. ثمة ألوان كثيرة في المدينة. بمحاذاة الساحل يمكن أن نرى هذه الألوان المتعددة. أما الضوء فهو متميز حقا بسبب انعكاسات البحر، ويختلف عن الضوء داخل المدينة. ألوان متألقة حتى في الطقس الغائم. مسافة قصيرة تفصل بين الجاليري ومطعم 64 ديجريز. تعتبر برايتون ثاني أكبر مدينة بريطانية بعد لندن من حيث عدد المطاعم واكتظاظها بالزبائن، وقد تم اختيار هذا المطعم كأفضل مطعم في بريطانيا في العام الماضي. الطاهي يقوم بتقديم وجبات الطعام بنفسه للزبائن ويتواصل معهم.
نحن نستخدم محاصيل محلية فقط ونعمل بالتعاون مع مزارعي الإقليم. نحن نعتبر أنفسنا سعداء. مدينتنا تقع قرب البحر ولدينا ريف ساحر قريب منا، ومنه نحصل على أفضل أنواع اللحوم. يبدأ جيريمي زاندرس يومه بجولة صباحية وينهيه أيضا بجولة مسائية على شاطئ البحر. أنا أعشق هبوب العواصف الشتوية على الشاطئ. أشخاص كثيرون يأتون إلى هنا لرؤية غروب الشمس الساحر أو لرؤية أسراب الطيور. مدينة برايتن في الشتاء، موسم يمكن أن يجعل من جولة على شاطئها تجربة تواصل والتحام مع الطبيعة. والآن ننتقل إلى مدينة لايبزيغ والتي تشهد ازدهاراً كبيراً بفضل التنمية الاقتصادية والظروف المثالية المتوفرة للمبدعين، وأصبحت تستقطب الشركات العالمية والأجيال الشابة. فريق يوروماكس توجه إلى هناك والتقى العديد من الشباب. تعتبر لايبزيغ من أسرع المدن نمواً في ألمانيا، ففي العام الماضي وحده ازداد عدد سكانها بأكثر من 15,000 نسمة. المدينة تعتبر أيضاً حديثة وخلاقة، والاقتصاد هو أحد أسباب ازدهارها. كثيراً ما كانت تقارن لايبزيغ بمدينة برلين. لدى شباب لايبزيغ رغبة في المشاركة في خلق الأشياء. المرء يشعر هنا بالحرية، إنه حقاً واقع معاش. باحث الاجتماع المختص في المدن ديتا غينك يدرس أسباب التطور في العقود الماضية. لايبزيغ بالنسبة له هي مدينة التناقضات، فبعد الوحدة الألمانية انهارت الصناعة، وعلى إثرها هجر قرابة 100,000 شخص المدينة. لقد كان ذلك إلى حد كبير تطوراً حرجاً، وفي بداية الألفية تولد القليل من الأمل الذي أحيا كل شيء إلى حد ما. ثم انتشرت هنا حماسة ولدت آمالاً وتوقعات كبيرة بما سيحمله المستقبل. الآن أصبح يسكن في لايبزيغ 600,000 نسمة أو 700,000 نسمة أو أكثر من ذلك. لقد نجحت لايبزيغ في اجتذاب شركات كبيرة إليها مثل بورش وبي ام دبليو ودي اتش ال، وهذا سبب للنمو الاقتصادي المستدام خلال السنوات الماضية. وهذا بدوره لا يجتذب سكاناً جدداً فحسب، بل وحتى المستثمرين الذين يساعدون الجيل الشاب في إطلاق مبادرات مهنية ضمن مشروع سبين لاب. سبين لاب برنامج لدعم المشاريع الناشئة، ويستغرق ذلك 6 أشهر، أي أن المشاريع الناشئة التي نختارها نحن في عملية المفاضلة وتكون قادرة على المنافسة نقدم لها برنامج استشارة، أي برامج توجيه مجاني لمدة 6 أشهر. إيريك فيبا وفريقه يساعدون المشاريع الناشئة في التواصل مع المستثمرين، وهو ما يساعد المؤسسين الشباب على كسب المال بشكل أسرع. لذلك تعد لايبزيغ بالنسبة لهم بديلاً حقيقياً لمعقل الشركة الناشئة برلين. فكرة المشروع تتمحور حول إبقاء أفضل الفرق من لايبزيغ والمنطقة هنا وتقديم العروض المناسبة لهم، كما يسعى المشروع إلى اجتذاب المشاريع الناشئة إلى هنا من مدن أخرى وربما من بلدان أخرى في المستقبل. أحد الذين حققوا نجاحاً باهراً في لايبزيغ هو بيتا ماغيا شنوا، فمطعمه الشهير فالكو يعد من أرقى المطاعم على الإطلاق، وقد اختارته مؤسسة جوميو كأفضل طاهٍ لعام 2016. شنوا جاء قبل 11 عاماً إلى لايبزيغ، حيث حقق مطبخه الإبداعي نجاحاً كبيراً. الناس يحبون مطعمنا. أن تكون في مدينة حيوية ومتجددة في وسطها الفن غير التقليدي، طبعاً أن تكون هنا هو أجمل بكثير من التواجد في مكان آخر تسوده الأجواء المحافظة. المشهد الثقافي والفني في لايبزيغ يتطور بسرعة بعد الوحدة. الكثيرون ومنهم المهندس المعماري باتغام شولتس وجدوا في المنازل والمباني الصناعية الخالية وطناً آخر لهم.
المهندس جاء إلى هنا عام 94 وحاول بمشاركة فنانين آخرين مصنع نسيج مهجور إلى مركز فني. استقرينا هنا في هذه الظروف المثيرة في مصنع فارغ تقريبا، وكان العمل لا يزال مستمرا فيه، فكنا نسمع صوت صفارة الاستراحة، وكان العمال يأتون مبكرا ويخرجون مساء من المصنع، وهذا كان مؤثرا جدا بالنسبة لكثيرين ممن استقروا هنا في البداية. فما يجري هنا أو ممكن أن يجري يهم الجميع، وهذا ما لا أشعر به في مدن أخرى. يعتبر غزل النسيج اليوم من معالم المدينة الثقافية، وأجواؤها البديلة تجتذب فنانين شباب من كل أنحاء العالم، فهم يجدون في صلاة المصنع القديم مساحات واسعة للحياة والعمل. تشتهر لايبسيغ برساميها، وهذه الأجواء نستشعرها هنا بشكل كبير. إنها تشبه قرية صغيرة مليئة بالفنانين، أي يوجد حولك أناس كثيرون جادون في عملهم أمر يبعث على الإلهام. المشروع هو ابتعاد من صخب نيويورك لكي أركز على الرسم. تنوع ثقافي ونمو اقتصادي وارتفاع في عدد السكان، لايبزيغ تزدهر في كل الاتجاهات. ثلاجة دافوس الأصلية شكلت المواصفات المثالية للإنتاج على المستوى العالمي، ولكن في موطنها في سويسرا لم تعد مستخدمة. ولكن هذا الوضع تغير في شتاء هذا العام بفضل نجار محلي تم إحياء هذه الصناعة من جديد. تقع دافوس على ارتفاع 1600 متر، منتجع لممارسة الرياضات الشتوية وموطن صناعة زلاجات دافوس. الموديل الكلاسيكي يصنع من الخشب والحديد، وهو الأكثر مبيعاً عالمياً. يتم تقليده كثيراً، لكننا سنجرب الأصلية منه الآن. تتعرف على النموذج الأصلي بسهولة. اشترينا لابننا الصغير زلاجة بوب لأنها أسهل بالنسبة له، لكنه أخبرنا أنه يريد زلاجة أخرى من ماركة دافوس. إنها زلاجة مريحة وسريعة. تم صنع أول نموذج لزلاجة دافوس قبل قرن ونصف لأول مرة، وكانت بمثابة تطوير لزلاجة نرويجية خفيفة. وبعد انتهاء حماية براءة الاختراع، قلدتها مئات الشركات لتبيعها بأثمان أرخص. زلاجات دافوس تمت صناعتها في ألمانيا الشرقية أيضاً، بينما كان هناك مصنعان فقط لصناعة زلاجات دافوس في سويسرا، ولكن بالطبع ثمة فرق في السعر لمصلحة الزبائن. هذه الصناعة لم تكن صناعة أصلية، وإنما كانت صناعة مقلدة، لأن زلاجات دافوس الأصلية تصنع في دافوس نفسها. باول أدوزا يدير مشغلاً للنجارة في دافوس، وعندما تلقى دعوة للاشتراك بحملة سياحية نرويجية للزلاجات في المدينة، خطرت بباله فكرة إعادة إحياء زلاجات دافوس الشهيرة. بمعونة تمويل جماعي في الإنترنت، أراد مواجهة الإنتاج السريع الخالي من التميز. ولكي يصبح اقتناء زلاجة دافوس فكرة صائبة، قرر أدوزا إنتاج 20 زلاجة أصلية وبيعها من خلال هذه الفعالية. كنت أهدف إلى صناعة 20 زلاجة، وقلت لنفسي إذا تمكننا من صنعها خلال 100 يوم فسيشعر جميع المشتركين في الفعالية بالرضا. أنتجنا خلال 100 يوم 65 زلاجة، ثم ارتفع العدد إلى 110، ولدينا الآن طلبيات كثيرة نحاول أن نلبيها بسرعة. المواد التي تصنع منها الزلاجات تأتي من سويسرا، مثل خشب البلوط المتين. صنع زلاجة واحدة يستغرق 7 ساعات عمل. أحد خصائص زلاجة دافوس التقليدية هو الألواح الخمسة بأسفلها. من خصائص الزلاجة الحديد المقوى الذي تم صنعه لأول مرة في دافوس، ويمنح الزلاجة استقراراً ومتانة أكبر. في متحف الرياضات الشتوية في دافوس يمكن للمرء الاطلاع على تقاليد الصناعات اليدوية المحلية فيها،
كانت صناعة الزلاجات في البداية مخصصة لنقل البضائع، فالحواف الحديدية أكثر كفاءة من العجلات في الثلج. في عام 1883 أقيم أول سباق رسمي للتزحلق بالزلاجات هنا. سكان دافوس يشعرون بالفخر لأن زلاجاتهم معروفة ومستخدمة على نطاق عالمي واسع، وبأن مدينتهم عادت مؤخرا لإنتاجها بعد توقف طويل. عاد مشغل باول آدوزا للعمل بكل طاقته، وهو لا يستخدم مواد رخيصة. الزلاجات تصنع بحجمين، ويمكن للزبائن طلب إدخال تفاصيل شخصية عليها. يبدأ سعر زلاجة دافوس من 600 يورو وبضمان مدى الحياة. زلاجات دافوس يجب أن تعمل بدقة عالية، ويجب أن تورث للأجيال اللاحقة أيضا. إذا اشترى جد ما زلاجة لحفيده فسيتركها الحفيد مستقبلا لأطفاله أيضا. يجب أن تبقى الزلاجة إرثا عائليا مستمرا. شراء زلاجة دافوس قصة متواصلة تحكي تاريخ العائلة. بعد 50 عاما من التوقف، عادت زلاجات دافوس الآن لتشاهد فوق جبال دافوس. من يزور العاصمة الإستونية تالين سرعان ما ينتبه إلى الهندسة المعمارية المبتكرة، إلى جانب الطابع التاريخي العريق. مكتب كوزموس المعماري هو أحد أهم المكاتب التي تنفذ مشاريع خارجة عن المألوف. مقاطعة سكنية جديدة على أطراف تالين. أهلا وسهلا ومرحبا بزيارتكم لرؤية بيتنا. المنظر المعتم يثير الفضول لمشاهدة المزيد، فالأشكال الهندسية تجعل المنزل يبدو وكأنه تمثال ضخم. مشاهدة المنزل من الداخل متعة حظينا بها. شجرة السنديان الكبيرة بعمرها الذي يزيد عن 50 عاما تهيمن على المدخل. عندما شاهدنا شجرة السنديان هذه للمرة الأولى قررنا شراء قطعة الأرض. لاحقاً طلبنا من المهندس المعماري أن يضع تصميماً للمنزل حول الشجرة، وهكذا ظلت الشجرة في منتصف قطعة الأرض. منذ عام 2003 ومقاول البناء إردي بوك يسكن هنا مع زوجته والأطفال. تشكيلة هندسية مميزة تحيط بالمنزل المفتوح من جميع الجهات، فالمطبخ وغرفة الضيوف مفتوحان على بعضهما البعض بمساحة 50 متراً مربعا تكاد تشمل الطابق الأرضي كلها. أردت منذ البداية دمج غرفة الجلوس والمطبخ في مكان واحد كي لا أشعر بالوحدة عندما أكون في المطبخ. استغرقت أعمال تشييد المنزل المبني من الخشب عاماً كاملاً، وقد شكل منظر الشكل الخارجي للمنزل تحدياً في إيجاد حل هندسي غير مألوف. فالإطار المعدني يتكون من حاملين من الصلب بطول يتراوح بين 6 و7 أمتار، وبشكل يوحي باستقرار المنزل في ظل ارتفاعه ل7 أمتار. في الطابق الأول توجد غرف نوم الأسرة. وفي نهاية الأتيليه توجد غرفة الأطفال. وبعدها غرفة حمام الأسرة. ومن ثم غرفة نوم الوالدين. الأثاث تم تصنيعه ليتلائم مع الجدران المائلة. هذه الخزانة داخل الجدار صنعت بشكل خاص وعميق، وبمقدورنا الدخول إليها لإخراج الملابس. مساحة السكن تبلغ نحو 170 متراً مربعاً وموزعة على طابقين. حبي لهذا المنزل يتزايد يوماً بعد يوم. في البداية كان التكيف صعباً، ولكن الآن مرتاح.
أحب المنزل خاصة في الصباح عندما تشرق الشمس، وعندما يحل المساء تضاء الأنوار ويغرق كل شيء في الجليد وتزداد البرودة ومعها سحر هذه الفيلا الرائعة. فيلا قمة في الروعة بالفعل. وبهذا نكون وصلنا مشاهدينا إلى نهاية حلقة اليوم، أتمنى أن تكون نالت إعجابكم. أشكركم على المتابعة وأراكم في الحلقة القادمة. لا تنسوا أن تكونوا دوما على الموعد. إلى اللقاء.